طبعا انا عندي فضول اكثر عن هالقلعه، قلعه دبل فجيره، وحابه اعرف منك معلومات اكثر عنها. ان شاء الله من عيوني. طبعا قلعه دبل فجيره هي من اول قلعه بنيت في دبل فجيره، وتعتبر بنيت تقريبا منذ الاف السنين. كانت هذه القلعه عباره عن مركز للحمايه وامن هذه المنطقه ولاهالي المنطقه. القلعه طبعا فيها برجين، كل برج فيه حارس. الحارس كانت مهمته أنه يراقب ال 24 ساعة، يراقب المكان. طبعا من بداية دخولي أنا لفتتني الأبواب، خبريني أكثر عنها. أول شيء عندك باب اللي هو الباب الرئيسي، باب الفرخة. هذا الباب الفرخة سمي باب الفرخة لأنه من على قصر حجمه، فالشخص يوم يدخله يحني راسه بحيث أنه ما يشوف أيوة لحرمة المكان، للخصوصية كاملة. أيوة عشان ما تكون رؤية كاملة للخصوصية يعني. والباب الثاني اللي هو باب الصباح، بعد ما يخلصون سوالف وهذا يدخلون من باب الصباح. باب الصباح اللي هو يدخلهم على الساحة الداخلية. هل الأسماء كانت موجودة من البداية حق هالأبواب؟ نعم من البداية.